حنا متخوفين من العمليه هذه بزاف. اللي في بالك كيشغل بنادم كيفطن انستيزي شغل يثبت روحه شويه، اول حاجه يديرها شنو هي؟ حاشا كيسال كتب جريح. شغل حنا اوطاني او عاطيني شماك شغل انا يسمى هذو كان يولي طبيب روحي كيما حنا نقولوا. تعلمت امور هكذا سكت هكذايا صحك شغل تزغديهم بصح ما تقدريش. لازم يجي الانسان اللي كان هو على باله واش كاين الداخل، وانا على بالي واش دار اللي بزاف، ما كانش على بالي بلي دار لي انكاج بلي فيس كذا 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 بروتيز كذا، ما كانش على بالي. صالح غدو كي جا لعندي فهمني قلت بالك فهمني فهمت ماشي ما فهمتش، فهمت بلي المالاديتي تاعي هذه المره نتاعي لازم له هكذا صافي غير داك الحادث سماك شغل كيفاش انا نوصل لدرجه ولا عندي لي في داري وهي لازم فهم بصح ما تقال لي هاي نوض هاي نوض انا ما تتفهم الوضع. حتى هو كان في اول لقاء كان قال لك بلي العمليه معقده، يعني ما كانش قال لك انه عمليه سهله. لا كان قال لي وانا على بالك شغل هو كنت ما نروح ليه يقول لي يا سعيد اصبر لي العمليه نتاعك دقيقة جدو دقيقة أصبر لي أنا خدمت خدمة شابة وكذا بلا بلا يعني الحمد لله أصبر لي داك البال كي جا لعندي البلوك كي قال لي نوض ماك شغل الإنسان كان ماش زاد ماك شغل ماش مآمن روحه بلي راح ينوض ماك مش والله متآمن هي صدقيني صعيبة ديري في بالك ما دوكا تمشي عادي ولا مشي عادي؟ يمشي الحمد لله دوك نوض نمشي عادي راح لي يستر هذاك الحمد لله ما زالت لك شغل عندك دوكا يعني اي حاجه حتستفسرها وطبيب معك استغل الفرصه واستفسر. لا قلت له انا بلي عندي شويه سطر في البلاصه الفلانيه كيما قال لي تاع الجرح وصح هي تاع الجرح هو اللي وجع فيا خدي جور هذا الحم مازالو كيما نقولوا محكم سيكاتريزاسيون ديلي سيكاتريزاسيون سي لو ديلي تاع لا سيكاتريزاسيون ديبارتيمون ساكن نوض دوكا ونمشي كاين تحسن كبير الحمد لله تحسن رجلي ما تبلوكي ليش السطر هذاك تاع الليل هذاك دوك ثاني ما لقيتو عندي جرح كبير وكدايه وعمليه وكدايه بصح الحمد لله نرقد يعني ما نقدروش نكومباري واخا الانسان دوك يكسل رجلو كم صار رجلو ما تكسلش الحمد لله كانت كاينه بوزيسيون وحده اللي نرقد عليها دوك الحمد لله نرقد على كتفي اليمين على اليسار دوك زاد طمأني مقبله استقسيتو قلت نقدر نرقد هكذا ولا هكذا قال لي ارقد كي تكون راقد لي بوزيسيون كاع يساعدوك الحمد لله الحمد لله الحمد لله